سي بدر الدين جامودي، مرحبا بك. السؤال الاول، اتهام سهام بن سدرين بتزوير التقرير الختامي لهيئه الحقيقه والكرامه، شنو تقول فيه؟ هو ليس مجرد اتهام، ثبت بالادله ومن خلال ما قامت به وزاره الملك الدوله من تحقيق في هذا الملف ان سهام بن سدرين اضافت للتقرير النهائي الذي اودعته لدى رئاسه الجمهوريه في عهد مرحوم قايد سبسي بتاريخ 31 ديسمبر 2018، اضافت 6 صفحات للتقرير الذي تم نشره بعد سنه ونصف. وبالتالي هذه الاضافه تعتبر تدليس، خاصه انها الحقت بالدوله التونسيه مضره كبيره، حيث من خلال تناولها للملف البنكي الفرنسي التونسي اعطت لخصم الدوله التونسيه حقيقه المطالبه بما يدعيه من جبر الضرر وتعويض بقيمه 3 مليار من الدينارات. معناها يستند الى مؤيدات؟ نعم، يستند الى مؤيدات وسبقه لوزاره الملك الدوله من خلال الشخص المكلف العام بإذاعة الدولة أنه أقام الدعوة الجزائية ضدها على خلفية شبهة التدليس. معناها هل تم حسب كلامك تم تقديم قضية في الغرض؟ نعم، وتم التحقيق فيها في العوينة وأحيل الملف إلى القطب القضائي المالي، ولكن للأسف الشديد القاضي الذي تعهد بالملف انتقل إلى دولة خليجية في إطار التعاون الفني ومكانه لازال شاغرا، وهذا يثير انتباه ويطرح أكثر من تساؤل حول مدى جديد تتبع هذه المارقة والمدلسة التي حجر عليها السفر منذ مارس الفارط، ولكن إلى حد الآن لم نلحظ متابعة جادة لملف التدليس. ما هو تقييمك لأداء والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمد؟ أفضل عدم الخوض في هذا الموضوع في هذه اللحظة عبر وسائل الإعلام. أهم مشاريع القوانين التي تخص جهة سيدي بوزيد واللي تنوي اقتراحها في البرلمان؟ العمل البرلماني هو عمل وطني يشمل كل الجهات، ومشاكل سيدي بوزيد هي مشاكل تونس، وسنتقدم بمجموعة من مشاريع القوانين التي من شأنها النهوض بالقطاع الفلاحي، تحقيق السيادة الغذائية، تحقيق أمن الغذائي، وأظن أن سيدي بوزيد يهم هذا الملف بشكل مباشر. ما هي حقيقة وجود توتر بين حركة الشعب والرئيس؟ لا يمكن الحديث عن توتر. نحن حركة الشعب في علاقة بمسار 25 جويلية، ونعتبر أن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد هو رأس حربة لهذا المسار، ونقدر ما أنجزه في علاقة بهذا المسار، ولكن لدينا مجموعة من التحفظات حول الأداء الحكومي منذ 25 جويلية 2021، نختلف في عدة مسائل خاصة في علاقة بالأداء الحكومي. هل تزال حركة الشعب تدعم مسار 25 جويلية؟ نحن مؤسسون لهذا المسار، وسنظل ندافع عن هذا المسار، لأننا نرى في مسار 25 جويلية هو المنقذ لتونس اليوم وغدًا.